معرفش ولا دكتور بره ولا الكترونيا ولا مستواي الطالبات اعضاء الطلاب به واني مشتكون على ورشات متحدثة العمية والقراءة والكتابة التي احتضرها فضل في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لشرف عظيم لنا في القضاء الأمريكي أن نشكركم كثيرا على حضوركم معنا في هذا اللقاء الذي اخترناه عليكم لاحتفال صح التعبير بكل العمل المقدم من طرف الفضاء الامريكي خلال هذه السنه التي كانت حافله بمجموعه من الانشطه على مختلف تنوعاتها وكذلك على تنوع المستفيدين منها من تلاميذ وطلبه. ويحق لنا ان نعتز ونفتخر بكل ما قدمناه خلال هذه السنة والذي لم يكن ممكنا لولا الظروف التي وفرها الجماعة الحضرية في وجهة باعتبار أن هذا الفضاء الأمريكي جاء نتيجة شراكة بين الجماعة الحضرية في وجهة والسفارة الأمريكية في الرباط ووزارة الثقافة الأمريكية. إذن جاءت كل هذه النتائج بفضل الظروف التي وفرها الجماعة الحضرية الوجهة وكذلك عن الإرادة السياسية التي عبر عنها السيد عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية والدعم الذي قدمه للفضاء من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وكذلك بفضل المجهود المقدم من طرف قسم الشؤون العامة للسفارة الأمريكية في الرباط وكذلك بفضل العمل والانضباط الذي تالي أبانا عنهما أو المتطلب الفضاء الأمريكي جميعا وكذلك بفضل النشاط وتفعيل نشاط الفضاء الأمريكي من طرف مجموعة من أعضاء النشطين الفضاء الأمريكي الذين نحييهم والذين قدموا أروع العمل خلال هذه السنة حيث كانت لنا شراكة وتعامل مشترك بيننا وبين نادي اللغة الفيزياء ويشرف عليه فرض باحثون مقتدرون وفرض كفاءة عالية في التأخير الذين حافظوا على هذه الورشات ووفروا الظروف المناسبة. كذلك بفضل العمل المتميز الذي قام بالاتقان به وذلك الاستعداد لمدينه الوزاره وذلك الذي يحييها ونقدم لها تحيه تقدير واحترام سواء كان مصنوعا او مكتوعا او غربيا او الكتروني لانها بالفعل ابانت عن كفاءه عاليه في مواكبه أنشطتنا ويمكن هنا أن نتحدث في هذا